اليوم سأقارن بين الأكل في الطائرات. الأكل واحد من هوايتي المفضلة، ولحظة توزيع الأكل في الطائرة من أحب اللحظات على قلبي. المهم، سافرت كثيرا هذه السنة، لم أصور كل الطائرات ولكن سأشارك معكم 6 منها. هيا نبدأ. الشركة الأولى هي ليفتانزا، الطيران الألماني، تقريبا 3 ساعات، ويعني غلبوا حالهم بنصف ساندويتش. طيران الجزائر إير ألجيري، الرحلة 2.5 ساعات، والأكل أحسن من الطيران الألماني. أكلهم قبل الكوفيد كان أحسن. اللي بعده طيران الإيطالي الإيطاليا، رحلة تقريبا 10 ساعات، والأكل لا بأس به، يعني أكلت أحسن. دلتا من أحسن الخدمات، لو مدلعينا بالآيس كريم. تركيش إيرلاينز أو الطيران التركي، جربته في البزنس كلاس وفي الإيكونومي كلاس، وكلهما كان جيد. وأخيرا طيران الأخير، طيران الإمارات فلاي إميريتس، من أحسن طيران، لو يدلعوك بالشوكولات والمكسرات، رائع رائع.